أمراض القلب تعد السبب الأول للوفيات في البلاد، إذ تمثل أكثر من 40% من إجمالي الوفيات سنوياً. أصدقاء القلوب، الماراثون يعزز مفهوم الصحة الشامل وتبني سلوكيات صحية سليمة. هذا لتسليط ضوء على التوعية الصحية للمواطنين والمرضى وخطر الإصابات في أزمات القلبية. فإحنا اليوم بمشاركتنا هذه نسلط الضوء على هذا الحدث المهم وزادة التوعية للمرضى. مستشفى الصدري يحرص على مواكبة كل ما هو جديد لعلاج أمراض القلب من الناحية التقنية واتباع فلسفة متطورة للعلاج والتشخيص. احنا نسوي تقريبا 700 عملية قلب مفتوح بالسنة. احنا سعداء ان العمليات المينيمال انفيسيف، يعني التدخل الجراحي الصغير او قليل الجروح او صغير الجروح، بدينا بمستشفى الصدري من سنوات ووصلنا الى درجة كبيرة بان ادخلنا الروبوت في عمليات القلب. 60% هو معدل انتشار الخمول البدني في البلاد ومعدل انتشار السمنة في تزايد. هذه المبادرات الإيجابية تشجع على ممارسة النشاط البدني للوقاية من أمراض القلب.